وانا لف واجيلك واكبس منديلك وانا لف واجيلك اقعد واحكيلك عالرملة واكبس منديلك عالرملة بالك هيما. لا يا عم انا مش هعملها دلوقتي لما تجرب انت الجواز الاول وتقول لي ايه الاخبار. طبعا اذنك. راح فين؟ لما اجرب الجواز عشان اقول لك. غلط ان الواحد يطلع سلالم زي دي في ليلة زي دي. يا عروسة يا حسن عريسك وصل. ايوه. لا لا يا سجاد. يا سلام احمدك يا رب. طول عمري نفسي اتجوز واحدة بتتكسب بالشكل ده. عروستي ضاعت مني يا جدعان. عروستي مين كان يصدق يا بدور ان ربنا هيقبل دعايا ويحقق لي الامل الوحيد اللي اتمنيته منه وانا وانت بينا ببيت واحد. ما فيش امل في وحدك يا جابر. انا كمان ما كانش في يوم يعدي عليا من غير ما ادعي ربنا ان يجمع بينا. ده احنا مبروكين بقى ودعواتنا مستجابه. اكيد فينا شيء لله بنت. اكتر من كده كسب اكمل. وانا كمان. طب تيجي نعمل زي انور وجدي وليلى مراد في فيلم حسين صدقي بتاع ماري منيب وعلي كسار. هما كانوا بيعملوا ايه؟ اقول لك. ايه رايك بقى افلام زمان؟ في الحقيقه يعني انا اصلي ما لحقتش اكمل رايي. وماله؟ نعيد الفيلم تاني وتالت ورابع.
كوني كوني رأيك على أقل من مهله. إيه؟ وقفت فيني ليه؟ كهربا اتقطع. لا لا أنا قصدي أسألك سؤال بصراحة وتجاوبيني عليه بصراحة أكتر. سؤال إيه؟ يا كل العرايس عسل كده ولا انت بس اللي عسل في عسل لوحدك؟ هاجم معاك بقى ما تكسبنيش امال يا سيدي. لا انا بتكلم جد، انا غشيم في المواضيع دي. طب سيب الاسئله دلوقتي وخلينا في الفيلم اللي كنا فيه. ماشي يا عسل. اخ الواحد ذاكرته بقت وحشه قوي. تصوري انا نسيت احنا وقفنا في انهي حته في الفيلم. ايوه بالاذن. ايه ثانيه واحده ورجع لك وحياتي النبي. يا نهيمه يا نهيمه ولا هيمه يا عريس اتجوز على مسؤوليتي. يلا ده الجواز حلو قوي. انا عاوزك يا خير يا بلوة. رجالة الدمنهوري محصلين المعلم القصي في المينا وبيقولوا ارديتهم هي اللي تفضي المركب يهضربوا المعلم والرجاله اللي معاه. مين رجاله؟ وانت بتاع المزيكا خليك قاعد تدوق في المزيكا لحد ما نرجع لك. ايه يا جاب؟ الواد برقوقة بيقول ان رجالة المعلم الدمنهوري عايزين يستفادوا بالمعلم القصي في المينا واتخانقوا معاه. طب وانت رايح فين؟ ازاي بقى؟ ده المعلم بتاعي ولازم اجيب حياتي حتى في يوم فرحك. وانا رايح فين يعني؟ دي كلها خناقه نص ساعه هنضربوا فيها 10 15 20 واحد ونرجع لك على طول. تقعدي انت بقى تضربي فيا للصبح. طب خليك فاكر بقى احنا وصلنا لحد فين في الفيلم. اه مش كل شويه اللي هفكرك. ايوه اطلع يا جمال وريني مبدعتك. كده اهو ايه برضه لما المعلم يطلع ويوسخ خيره شويه عيال زيكم. لا اتحرك فيكوا هيترف النار. والله عرفت تشيل مسدس كمان يا شاويره. المركب دي ورديتنا واحنا اللي هنفضيها. ورديتكم لسه ما ابتديتش فاضل عليها ساعه. اظن انتوا هتفضوها بعد ساعه يعني. نفضيها وقت ما نفضيها. ما دام احنا اللي ابتدينا يبقى احنا لازم نخلص. كملوا الشغل يا رجاله. الحسان يا ابو المليان. هوبا الطلقة الجاية في المليان. حلاوتك يا عريس. حلاوتك يا ولد. خير يا معلم موسي. كل خير يا سعادة البيت. مفيش حاجة أبدا. سالم بيه اتصل وقال إن رجالة الدمنهوري عايزين يعطلوك أنت ورجالتك عن الشغل. دي كانت مشكلة على توزيع الشغل بين ورديتنا وورديتهم وخلاص الحمد لله راحت لحالها. على العموم سالم بيه كان عايز يجيلك بس عنده اجتماع في الاتحاد الاشتراكي. البركة في سعادتك يا بيه. تحبوا نعمل محضر؟ لا 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 الرجالة ما تعملش محاضر لبعضيها ابدا يا بيه. على العموم لو حصل اي حاجة انا موجود في القسم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الف سلامة يا بيه. هو البيت الظابط بيتكلم عن سالم بيه بتاع الاتحاد الاشتراكي يا معلم؟ طبعا يا هاد انت مش سامعه بعضمة لسانه وهو بيقول لولا عنده اجتماع في الاتحاد الاشتراكي كان جيب نفسه. الله ده انا القوسي يا هاد. ايوه معلم انا عارف انت القوسي. بالاذن انا يا معلم قوسي. انت عارف بقى الليله عندي اجتماع في الاتحاد النسائي. سلامه جابر طول عمرك شام وابن حلال. تعيش يا معلم. سلامة. وانا كمان بالاذن يا معلم. ايه عندك اجتماع انت كمان؟ لا رايح اكمل راسي في الفرح. المزيكا بتدق على الفاضي. على اذنك. الله بالاذن انا كمان اروح اشوف شغلي. بقول ايه؟ ما تيجي نكمل الفيلم. انت لسه فاكر؟ طبعا حتى بالاماره كنا واقفين هنا. Thank you.
نعمين. هي الافلام اللي انت شفتها يعني فيهاش غير المنظر ده بس؟ لا اطمني، هقوم اطفي النور واجيب لك الفيلم من اخره. يا حاج، انت يا حاج وصلنا خلاص. الله يخليك سلامة. أنا معلم. وأنت إيه؟ ولدت أنت كمان؟ لا. حامل؟ لا. أمال عايزنا ديك ليه؟ آه عندك حق، كمان اقتنع بسرعة أوي يا معلم. سلام يا جابر. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله على سلامتك يا أم مرسي. الله يسلمك يا سي جابر. انت خلاص سميته مرسي؟ احنا مش اتجوزنا في المرسي ابو العباس؟ اه خلاص، يبقى مرسي جابر محامي لجميع انواع القضايا، وكمان عايز يطلع محامي. امال عشان يدافع عن المظالم؟ لا يا اخويا، انا عايزاه يطلع ضابط. اشمعنى ضابط يعني؟ بيقولوا اليومين دول اللي معاه شهاده ضابط ينفع يشتغل بيها دكتور ومهندس ووزير كمان. انت بتقري سياسه من ورايا. ماشي كلامك، يطلع ضابط زي ما انت عايز عشان يدافع عن المظالم برضه. ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ وساعتها انا بقى ابقى اروح اقعد على القهوه واحط رجل على رجل، واللي عاوز خدمه بالاسم يجيني عشان اكلم له على الظابط. لا، انا ابني ما يعرفش الوسط. اخويا ما تعمليش فيها بتاع بقى، ويعني انا كنت قصدته في ايه؟ دي حته خدمه انسانيه. مش كده ولا ايه يا الظابط؟ تمام يا فندم. يا ألف أهلا، يا ألف أهلا، يا ألف أهلا، سلم جيب نفسه هنا. إيه الهنا ده؟ هو ده الصندوق يا أوسي؟ آه، ما عشان كده أنا لمؤاخذة واقع. خلينا ننزله بالراحة.
احسن يقع والمستخبي يبان. لا لا ما تخافش، الواد جابر ابدع سواق وينش في المينا في حلب. يا بدور يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا، منوره المينا. تعيش يا معلم، المينا منوره برجالتها. امال الفيلا مؤاخذة المحروس الصغير؟ سبته مع الجيران، خلينا استريح من دوشته شويه. بالاذن يا معلم. الف سلامه يا قمر. امال مين الغزال الاسكندراني ده؟ دي بدور مراد جابر سواق الونش. بدور دي بدر البدور يا راجل. الله 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 الله، كبريا سليم بيه. بيه دي هي اللي بيه وباشا كمان. جابر ايه خير يا عبدود؟ ما هانش عليا كل واحد، وكمان ما هانش عليا ما ادقش الاكل وهو مولع. ده انا اللي مولع. المينا. خلاص مدام في المينا يبقى رسينا. ان كان عليا انا رسيت من زمان، من يوم ما شفتك وكلمتك وانا قلبي اتعلق بقلبك. ايوخ ده ولا كلام الاغاني يا جدعان. بلاش دلع بقى. عليا النعمه، لو قلت لي كلمتين حلوين من دول كمان لكن سايب الونش وسابقك على البيت. لا خليك في الونش، انا اللي هساعد، بس اوعى تتاخر عليا. اتاخر وانا بقيت قادر اكمل شغل؟ تسلم ايدك. ما شاء الله، طب وحياة النبي انتوا هتجننوني، بقالكوا 3 سنين وشوية متجوزين ولسه بتغلطوا بعض. شخصين حسوا بعينك، امسك الخشب يا جدع. اها. عارف انا لو عشت مع الدور 100 سنة افضل احبها زي اول يوم شفتها فيه. ربنا يخليك ليا يا جابر. ربنا يخليك ليا يا بدور. طب ممكن تبطلوا بقى بصبصة لبعض وجاوبوا على السؤال ده؟ اتفضل، عايز ايه؟ الاكل اللي معاك ده بيتي ومثبت كمان. وانا ليا فيه طبعا يا هيما. هي معقوله بطول تنساك؟ ربنا يخليكوا للغلابه وجعلين امثالي. ولا يا هيما، انا عايزك في كلمتين. من عينيا يا جميل. تعالى معايا. عن اذنك. تأمري يا ست الكل. تأمري يا ست الكل. تأمري ايه؟ لا سر بيني وبين هيما مالكش دعوة بيه. أيوة سر بيني وبين هيما مالكش دعوة بيه. أنا ماشية بقى يا جاب، استناك في البيت. ها بلاش سيرة البيت دي. سلام. هات يا حبيبي الأكل. هات وريني. بسم الله. هي كانت بتقول لك إيه؟ لا كل. أهلا أهلا يا ست الزور. أهلا يا بيه. يا ترى عرفاني؟ يا سلام، هو في حد في السمرية كلها ما يعرفش سالم ده؟ بقول لك ايه؟ أنا مروح دلوقتي، تحب أوصلك على السكة؟ فين طريق من طريقك يا بيه؟ ده احنا ساكنين في حتة يوم ما يعدي بيها تاكسي كل الستات تزغرط والرجالة تسقط. ضحكيني يا بنور. تعرفي صحيح الوسطى جابر عرف يختار أحلى بنات في اسكندرية. ربنا يخليك يا بيه، ده بس من ذوقك. مع السلامة. حتة الماس. هلا ابراهيم. ايوه معلم. بقول لك ايه؟ اه معلم. عايزك تبلغ كل الرجالة انهم معزومين عندي، هم وستاتهم وعيالهم في فيلتي الجديدة يوم الجمعة الجاية. يدوم يا معلمة. ابلغكم كلهم، بس يعني لو واحد عازف زي حياتي مش برضه من حقه ياخد شويه اكل وهو مروح؟ اتفضل يا معلم. اهلا يا هيما. ميه ايه؟ امال البدور فين؟ ربنا انا لو حصل لعقلي خلل هيكون بسببك انت ومراتك. ليه حصل ايه؟ بالنهار في المينا قالت لي عدى عليها العصريه عشان عاوزاك في كلمه سر، ولما جيت قالت له والنبي يا سي ابراهيم خلي معاك حظابط مرسي، ولما يجي جابر قول له حصلني مطرح الشمس ما بتطش.
وايه اللي خلاك سمعت كلامها؟ بقول لك قالت لي والنبي يا سي ابراهيم يا سي بالفم المليان، وانت عارفني بضعف قد ايه لما حد بيحترمني. امال فين بقى حضرة الضابط مرسي؟ وكلته قعدت لاعب فيه لغايه ما نام، لغايه ما كان هينيمني انا كمان. طب اسمع بقى يا سي ابراهيم، خلي بالك من حضرة الضابط لحد ما ارجع لك. وانت رايح فين؟ مطرح الشمس ما بتطش. الذمه مش غريبه ان المعلم القوصي يعمل العزومه الكبيره دي للرجاله وهو بخيل زي ما انت عارف؟ ايه الغريب اللي فيها؟ والراجل قالك بمناسبه سكنه في فيلا جديده. الحاجه الغريبه اللي تنقل العقل صحيح الامل اللي نزلت عليه في الكام سنه الاخيره دول. كراس تبدوه والراجل عازمكم عشان تاكلوا ولا عشان تقروا عليه؟ وبعدين انا مش فاهم قصدك ايه بالظبط. كراس يا ابراهيم، هو انت غريب هشرح لك؟ العربيه بعد ما كانت فيا مركز زقاني ودفعني بقت مرسيدس يا اخويا، مركز ركبني ودلعني. والسكن بعد ما كان اسطر يا ستار بقى سرايا، العقل فيها يحتار. ايه ده؟ اول مره اسمع بدور بتردح بالشارع. الصنف المره دي كان اكسرة لدرجه انه انشال كله مره واحده. يا سلام يا عوص، يا سلام. الضمير مطلوب حتى في تجارة المخدرات يا وصي. أنا طول عمري لا أحب لا الغش ولا الغشاشين، ثم إذن بها جماهير الشعب الكادحة قاعدة العريضة تحشش حشيش مغشوش. حلاوتك حلاوتك يا سلمي، هو ده الضمير الهب وحقه حقيقي. من إذن يا بهوات أجدعها دكتور وصل. اتفضل يا دكتور نزيه. مساء الخير. أهلاً أهلاً يا دكتور نزيه، تأخرت ليه يا أخويا؟ اعمل ايه في الشغل يا سيدي؟ تصوروا وانا مخلص النبطشيه وجاي على هنا جالي واحد عيان حالته وحشه قوي، قعدت اكشف عليه حبه واخيرا اكتشفت ان انا هتاخر على الحفله، سبته للقضاء والقدر. يا سلام يا سلام، مؤمن مؤمن قوي الدكتور نزيه. بتاع ربنا اللي امه داعيه عليه يروح للدكتور نزيه. طب روح شوف لي كرسي يا بلسان طويل. الكرسي يا حبيبي ومامتي كمان.
بصراحه نوعيه العيانين اللي في المستشفى دي نوعيه مقرفه قوي، ما حلتهاش اللطف. كان غرضي برضه يا سالم بيه تكلم لنا حد من اللي فوق يشوف لنا مستشفى من اللي برضه فوق عشان نقبل فوق. من عينيا يا نزيه، انا اول ما هشوف وزير الصحه انا هكلمه. ويا ريت تفتكرنا انا كمان يا سالم بيه. هفتكرك بيه يا عوز. الله، انت مش كنت وعدت لي بمنصب سياسي ولا هترجع تقول لي بقى ما انتش متعلم يا معلم؟ لا لا لا، طابل قوي يا عوسي، قريب قوي انا حافظ. ولعلمك الخاص انا في الاتحاد الاشتراكي يهمنا اهل الثقه مش اهل العلم والخبره. وفي ثقه اكتر من دي بينا. انت قلتها وعندك حق يا عوسي. انما انت جايب رجاله المينا كلهم بعيالهم بستاتهم بره ليه؟ اوامر سالم بيه يا سيدي. قال ايه؟ عايزني اكتسب شعبيه. دلوقتي احنا نسيب الويسكي ونطلع نشرب شاي مع القاعدة الشعبية العريضة للجماهير الكادحة. شايف السياسة بتتلون ازاي يا معلم؟ ادينا بنتعلم يا دكتور. ها يلا بينا الى القاعدة الشعبية العريضة. يعني القاعدة دي أحلى من القاعدة الشعبية العريضة يا جماهير القداحة. بالهنا والشفا يا أحلى بدور. يا سلام، ده الحب والدلع ده كله متوكلها بوقها. دي مراتي أنا وأم حضرة الضابط مرسي. يا أختي، طب أنت غيران ليه؟ الله، تعلقت بجد يا سالم بيه. البنت حلوه قوي يا اوصي، طعم تاني، لو لون تاني غير اللي بنعرفهم خالص. الله، ترى يا جماعه دي بنت غلبانه ملهاش حد. انا مستعد اتبناها يا اوس، وهو كله بثوابه. قلت لك قبل كده متجوزه جابر سواق الونش. انا قلت لك اتجوزها، انا قلت لك اتبناها واتبنى الونش. طب ودي تترتب ازاي؟ تترتب يا اوس زي ما انا برتب لك المركز السياسي، تركب لي انت المركز العاطفي. خلاص، ولا يهمك يا سالم بيه، كله يترتب. هو مرسي فين؟ مش هنمشي بقى يا جابر؟ بيلعب هناك. يلا نمشي. طب فين المعلم ده؟ يمكن يدينا فلوس ولا معهوش شتا. الله يجازيك. مبسوطين يا اولاد؟ اخر انبساط يا معلم. دايما عامر يا معلم. عامر بيكم، احنا لنا بركه لرجالتنا. الله يبارك فيك يا معلم. يعني بعد اذن حضرتك، يعني عايزين نستاذن احنا، اصل مرسي بيه عامل قلق هناك. مرسي بيه؟ مرسي بيه مين؟ مرسي ابن جابر، ما هو من يوم ما اتولد واحنا مسمينه حظابط مرسي بيه. بقول ايه يا جابر؟ نعم يا معلم. انا عايزك بكره تنزل مصر توصل لي مبلغ لجماعه قرايبي. انت عارف الدنيا وحشه والفلوس فيها طمع، وانت اخويا وحبيبي اللي بعتمدك. رقبت يا معلم، وهي فرصه اخد بدور ومرسي بيه ازورهم المشايخ والاوليه. لا مش كده، دي مهمه شغل. انت هتنزل بالعربيه ومعاك السواق، تخلص وترجع على طول. انما بقى فسحه بدور ومرسي بيه وفسحتك انت كمان بعد كده اسبوع في مصر على حسابي. ها مبسوطه حلوه؟ ربنا يخليك يا معلم. طب وانا يا معلم؟ هو انت حاشر نفسك في كل حاجه؟ والله ما انا مساعد بتاع جابر في الويلش والدادة بتاع مرسي بيه في البيت. خلاص يا سيدي، عشان خاطر مرسي بيه تبقى تروح معاهم. الله يبارك فيك يا معلم. خلاص يا جابر، وضب نفسك عشان تسافر بكره. حاضر. انا غروه يا ست بدور. ايه في ايه يا غروه؟
المعلم القوسي قال اندهلك بسرعه يظهر في حاجه بخصوص وصى جابر. حاجه ايه؟ جابر جراله حاجه؟ ما قاليش انما خير بسيطه ان شاء الله. انت في حاجه مخبيها عليا؟ بسرعه ست بدور. طب استنى اجيب مرسي واجي معاك حالا. يلا يلا اشرب يا جميل. انت اللي جميل. جميل جمال. كله تمام يا معلمة. العصفور دخل العيش. براو عليك انا بروة. من غير مؤاخذة ايدك على الاتفاق. عشرة جنيه عشانك يا هلا. تشكر تشكر يا سيدي المعلمين. بالشرفي انت اجدع معلم يا معلم. معلم معلم. الله 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 الله. اسند لم على لم على يا حاول على ماذا؟ واحده 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 واحده. جابر ماله يا معلم؟ جابر بخير الحمد لله قدر ولطف. يعني ايه جابر جراله حاجه؟ حادثه بسيطه. ايوه حادثه. حادثه بسيطه بسيطه. هو الدكتور قال ان هو يجب انه يستريح يومين ما يتحركش. هو في اي مستشفى دلوقتي؟ مستشفى ايه كفالة الشهر ده؟ مستريح فوق في اوضه الضيوف. احنا ما كناش عايزين نخدك انما هو صمم بقى عايز يشوفك. وديني ليه ابوس ايدك يا معلم. قوي قوي اتفضلي ورايا. بقول ايه؟ خلي الواد معايا عشان ما يخنكيش. ربنا يخليك. شفتي ضحكنا عليك ازاي؟ ايه الحكايه؟ جابر بخير هو لسه في السفر مش راجع بكره الصبح. وما بعتولي ليه؟ عايزين مني ايه؟ نتسلى شويه. قعدت حظه في برفشه. ده انا هخليكي تلعبي بالفلوس ده. ولا مال الدنيا كله يخليني اعمل حاجه تغضب ربنا يا كفرة. لا تعالي تعالي ما تخافيش تعالي. بقول لك ايه؟ انا واقف بره والسكينه في ايدي اليمين وابنك في ايدي الشمال. لو سالم بيه خرج زعلان هخلص على ابنك وعليكي، انما لو خرج مبسوط هترجعي بيتك معززة مكرمة ولا من شاف ولا من ديري. فأمانة حلوة يا كلاب يا كلاب. سلام عليكم. تعال بقالنا ثلاث ساعات واقفين. اعمل حاجه في العربيه يمكن تدور. انا بشتغل قدامك اهو ما قدرتش. هتعمل حاجه انت؟ اعمل ايه؟ انا سواق وينش يا ابني مش ميكانيك السيارات. خلاص اقعد فيها للصوت بعدين احلها ربنا. اقعد فيها لوحدك، انا وصلت الامانه وخلاص. انا ما اقدرش اسيب مراتي وابني لوحديهم. مش كده يا جابر؟ انت يا جدع. خد السكسير يا عم المعروف. اعمل له ايه بقى؟ انا همسكه من لحد كده. اهلا يا دكتور. عقبال البكاري يا عريس. عقبالك انت يا دكتور الهنا. مش قلت لكم انها هتوافق طوالي؟ طوالي مين؟ دي ما وافقتش الا والسكينه على رقبه ابنها. يعني كانت معترضه؟ قول له انت بقى يا سالم بيه. دي بهدلتني بهدله اللي هي. بس بيني وبينك البت تستاهل. ايوه بس كده يعني
تبقوا دخلته في جريمة اغتصاب. جريمة ايه بس؟ هو كان حد شايف حاجة؟ مش يجوز يعني انها تحكي لجوزها على كل اللي حصل؟ في واحدة تحكي على فضحتها. لنفرض يعني واحد في المليون انها حكت لجوزها عن كل اللي حصل. عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ هيحصل ايه يعني؟ فضيحة بجلاجل لراجل السياسة، مصيبة لراجل الاعمال، والنار اللي ما بتحرقش بتلسع. دكتور نزيه عنده حق. الله، انتوا ناويين تطيروا كاسين اللي في دماغي ولا ايه؟ ما احنا لازم نعمل حساب لكل حاجة يا معلم. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ احنا نخلص منها ونستريح، بس الاول نشوف اذا كان حد شافها وهي جاية على هنا ولا لا. انا برواق، انت زفت يا عيوني الزفت. حد شافك قاد وانت جاي بدور؟ حد شافني؟ عيبة معلمة، ده انا واعلي الحاجات دي قوي. خلاص اطلع خلص عليها هي وابنها وتويهم في اي حته. اخلص؟ اخلص على مين يا معلم؟ بدور هات. بدور ما مشيت يا معلم. ايه؟ مشيت؟ ايوه مشيت، ولسنت كده بشويه كلام قبل ما تمشي انها هتفضحكم في البلد كلها، بس الكلام ده بقى بتاع وقته من زعلها يعني. محدش طلب رايك، انت تتفضل وراها في البيت في الشارع في اي حته، المهم انك تخلص عليها قبل ما جوزها يرجع تاني يوم الصبح، انت فاهم؟ فاهم، بس من غير مؤاخذة الكلام ده يلزم له اتفاق تاني. هدفع لك اللي انت عايزه. وانا خدام اللي يدفع. يا بدور يا محافظ الضابط. بدور، ايه اللي حصل؟ ايه اللي قطع هدومك كده؟ بدور خلاص، بدور ماتت يا جابر، قتلوها المجرمين بعد ما قتلوا شرفها وشرفها. فهميني ايه اللي حصل؟ ارجو عرضك راحوا يا جابر، خدهم اللي ما بيرحموش. بدور فهميني، انت بتتكلمي عن مين؟ المعلم اللي بتفديه بروحك وسالم به نصير الغلابه اغتصبوا مراتك، اغتصبوها والسكين على رقبه ابننا الغلبان، وكانوا حطوه على رقبتي انا ما كانش همني. ضيعت روحي بدل ما ضيع شرفي. طب يعملوا كده ليه؟ ايه اللي ناقصهم في الدنيا عشان يعملوا كده؟ انت حظهم يا رب، انت حظهم. جابر لقى مراته مع عاشقها، اتخانق معاها،
وحدفها من فوق السطوح فماتت. جيت حامة في المعلم. المعلم رفض انه يتستر على مجرم وقاتل. انا مراتي عايشة وهتحكي جري منكم البوليس. لازم كل الناس تعرف حياتكم يا كلاب. عايشة ايه يابا؟ عايشة ايه؟ دي زمانها بتاكل رز بلبن مع الملايكة فوق. لا بتقول عايشة. عايشة ايه يابا ده؟ وبإيديا. وأنا اللي عينت الجثة. كلاب. كلاب! كلاب! المحكمة حضوريا على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. ليه سكت طول الجلسة؟ ليه ما قلتش الحقيقة؟ ولو قلت كان حد هيصدقني؟ بس ده حكم ظلم. القاضي حكم باللي سمعه وربنا هيحكم باللي شافه. أنا هنتقم منهم باللي في قلبي. في يوم من الأيام هنتقم منهم وانا ملبسهم الكلبشات دي في ايديهم. ابراهيم لو انت صاحبي وحبيبي حقيقي اقتل مرسي. ايه اللي بتقوله ده؟ اقتله قبل ما يكبر ويلاقي نفسه عايش في غابه مليانه وحوش ومجرمين هينهشوا لحمه وكسروا عظمه. انت بتقول ايه يا جابر؟ طب ابوس ايدك ما تعلموش الاخلاق. علموه يطلع مجرم شراني وكل يوم كل يوم احكي له على اللي جرالي انا وامه عشان يوم ما اطلع من السجن يحط ايده في ايدي ونصفي حسابنا مع كلاب. لا يا جابر لا. مرسي هيتربى كويس وهيبقى حاجه كبيره زي ما تمنيت له انت وامه. حط بقى كده. اعمل وافترك عليه يا ابراهيم. هات يزورني دايما في السجن ويشوفني مسلول ورا الغضبان عشان النار تفضل قايده في قلبه لحد ما اخرج. طلعه مجرم يا ابراهيم. الله مجرم من فضلك يا معلم. نعمين. زمان في الحي ده كان في معلم اسمه القوصي بيشتغل في المينا شحن وتفريغ. يا ترى سمعت عنه؟ طبعا سمعت عنه. عقبال عندك ده اكبر تاجر في البلد. ده بيلعب بالملايين لعب ما شاء الله. وكان ليه واحد صاحبه في الاتحاد الاشتراكي اسمه سالم بيه. لسه في الاتحاد الاشتراكي؟ الاتحاد الاشتراكي تعيش انت من زمان وسالم بيه بقى عضو في البرلمان. الله بلاش انت ما عندكش فكره على اللي بيحصل في الدنيا ولا ايه؟ انا اصلي كنت مسافر في بلاد بعيده يا دوبك واصل النهارده. تشكر يا معلم. السلام عليكم.
زمان كان في واحد ساكن هنا اسمه ابراهيم النص، لسه موجود. ابراهيم النص؟ ايوه. انا بقالي ساكن هنا 15 سنه ما سمعتش على الاسم ده ابدا. مين بيسال عن ابراهيم النص؟ انت تعرفه؟ اللي اعرفه ده راجل طيب وابن حلال، انا اعرف المطعم بتاعه وبيته كمان. وبقى عنده مطعم؟ مطعم محترم، ربنا اداله على قد نيته. ممكن توصلني عنده؟ بس المشوار ده هيعطلني عن الشغل. كله بثوابه. يا بركه النبي. نعم. مش عارفني يا ابراهيم؟ معاك حق، من 25 سنة. جابر، جابر، معقول؟ أنا مش مصدق عينيا. الحمد لله على سلامتك، خرجت إمتى؟ نتكلم على الباب يا إبراهيم. لا طبعاً، اتفضل يا جابر، اتفضل. لا تكون نسيت اسمي وشكلي. اخص عليك يا جابر، هو في اخ ينسى اخوه؟ وفي اخ يسيب اخوه مرمي في السجن 25 سنة من غير ما يسأل عنه؟ انا عمري ما نسيتك يا جابر، بس غصب عني. يا خسارة، حتى انت اللي كنت اقرب الناس ليا، اول الدنيا ما ضحكت لك والفلوس جريت في ايديك نسيتني، ونسيت ان ليا عندك اغلى امانة، ابني مرسي. أنا عمري ما نسيت يا جابر. ليه حرمتني من ابني السنين دي كلها؟ ليه ما خليتوش يزورني في السجن زي ما طلبت منك؟ أنا عارف إن التصرف ده كان فيه عذاب ليك، بس صدقني كان فيه عذاب ليا أنا كمان. لكن لكن إيه؟ اتكلم يا إبراهيم. كان لازم أعمل كده لمصلحته. وهو فين دلوقتي؟ مرسي فين يا ابراهيم؟ مرسي فين؟ ظابط ابني طلعته ظابط؟ وده الإجرام اللي أنا قلت لك تعلمه له؟ مفيش يا جابر أب بيتمنى إن ابنه يطلع مجرم. أنت كنت بتتكلم في لحظة غضب، مش داري باللي بتقوله. أنا حققت أمل كان عند المرحوم أمه وعندك أنت كمان. ويا ترى حكيت له على اللي جرالي أنا وأمه؟ ولا دي كمان ما عملتهاش؟ ما قدرتش. ليه؟ يا جابر، مرسي كان طفل صغير، حبيته وعشت ليه، اعتبرت ابني واخويا وكل حياتي، خدته معايا وسافرت واتنقلت بيه من بلد عربي لبلد تانية والتالتة، كنت بشتغل واتعب ليل ونهار عشان اقدر اربيه وراعيه، لحد ما حوشت قرشين جبته وجيت على مصر وفتحت انا مطعم عشان نقدر نعيش منه، ودخلته المدارس عشان يكمل تعليمه. مع الوقت لما ربنا اكرمنا المطعم كبر ومرسي كبر وبقى احسن ضابط في المديرية. ده كله يا جابر، طب انا غلطان؟
ما سألكش عن أمه ثار. وقلت له إيه؟ قلت له توفت. وأنا قلت له يعني، قلت له ايه عني يا ابراهيم؟ انا عملت له شهاده ولاده باسمي. باسمك؟ امال كنت حاضر اسافر بيه ازاي بس؟ يعني بجره الم لغيت ابني من حياتي، ولغيتني من حياة ابني. ما تظلمنيش يا جابر، أنا قمت بواجبي بالنسبة لمرسي. ربنا عالم وشاهد أنا عملت إيه لحد ما وصلته اللي هو فيه. المسألة دلوقتي بين إيديك يا جابر، إعمل اللي يريح ضميرك، بس ما تنساش إن أي صدمة ممكن تضيع مستقبله وتفتح له جروح مش هيقدر يداويها. عايز تفهمني اني لازم اختفي من حياته؟ سبحان الله، انا قعدت 25 سنه في السجن بحلم باليوم اللي اخرج فيه عشان اشوفه بعينيا والمسه بايدي واضمه لصدري، ويوم ما اخرج الاقي نفسي بقيت نقطه سودة في حياته، نقطة سودة اتوسخ بدلته الميري. على فينك يا ابني؟ همشي قبل ما يرجع ويشوفني ويسألك انت بتعرف الناس الحقيرة دي منين يا ولدي؟ ما تقولش كده يا جابر. طب هتروح فين وهشوفك ازاي؟ انا هبقى اتصل بيك. طب دقيقة واحدة اجيب لك قرشين تخليهم معاك. لا كفاية اللي عملته لمرسي، انا برضو اب كنت متضايق لان اتحرمت منه، فانا برضو فرحان لانك وصلته لبر الامان. مش هتقول فين المسروقات؟ ما اعرفش عن حاجه يا بيه. ما تعرفش حاجه عن لا يعني ما تعرفش حاجه عن المسروقات؟ لا يا بيه ما تعرفش. هعترف يا بيه، هعترف يا بيه، هعترف يا بيه. انت فين في المقابر يا بيه؟ في المقابر؟ ايوه يا بيه. صباح الخير يا بدور. مين كان يصدق يا بدور ان ربنا يتقبل دعايا ويحقق لي الامل الوحيد اللي اتمنيتي مني، وانا وانت نبقى في بيت واحد؟ ما كانش املك لوحدك يا جابر، انا كمان. ما كانش في يوم يعدي عليا من غير ما ادعي ربنا ان يجمع بيننا. ده احنا مبروكين بقى ودعواتنا مستجابه. اكيد فينا شيء لله يا بنت. وحشتيني، وحشتيني قوي يا بدور. عن اذنك شوية، تعال يا عسكري افتح القبر ده. لا لا لا، خليك في حالك وسيبنا نشوف شغلنا. من فضلك ابعد عن القبر ده. يا عم احنا بنأدي واجبنا. هو شغلة البوليس الايام دي فتح القبور على الاموال؟ انت هتفهمني شغلي؟ بس القبور لها حرمة زي البيه والتمام. ما تزعلش مني، انا باخد ودي معاك، انت برضه زي ابني. في مجوهرات مسروقه ومدفونه في تربه من دول، وواجبنا نلاقيها ونرجعها لاصحابها.
انتوا ليه ما بتزودوش الحراسة من الأول في الشوارع؟ عشان السرقة ما تحصلش من أساسها. عارف على أيامنا لما كان عسكري الدورية كح، الناس كانت بتترعب. انت غاوي منها ده؟ أنا مش جاي هنا عشان أتكلم معاك في أيام زمان وأيام دلوقتي. سيبنا نشوف شغلنا. شفت شفت أديك اتحمقت تاني وزعلت. تعرف ضباط زمان كان بالهم طويل، لكن انتوا يا شبان الايام دي اعصابكم مش مستحمله. انت بتلف وتدور عاوز ايه بالظبط؟ بصراحه عايز افضل اتكلم معاك شويه. ليه بقى ان شاء الله؟ صاحبي قريبي؟ انا اصلي كان ليا ابني في سنك، والايام فرقت بينا. لما شفتك قلبي ارتاح لك، حبيت اخد ودي معاك في الكلام. جايز ما نتقابلش تاني، وجايز لو اتقابلنا ما كنتش في وقت نتكلم سوا. لينا المطرات يا فندم. سيبوني على العربية. حاضر يا فندم. ربنا يحميك يا حضرة الضابط. أنا آسف إذا كنت اتعصبت عليك شوية. بالعكس، أنت كنت بتأدي واجبك، وده شيء يسعد كل أب. كل إنسان. عن إذنك. مع السلامة. يا ابني. بدور شفت ابنك مرسي بقى راجل ازاي؟ بيشتغل ظابط زي ما انت كنت عايزه. قعدت اطول في الكلام معاها عشان تشوفيه وتسمعي صوته. ادعي له معايا يا بدور ان ربنا يحميه ويصونه. حضرتك شغاله دكتوره في المستشفى هنا؟ يا ترى العلاج عندكم كويس؟ اصل انا قلبي تعبان قوي. بوب 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 بوب. وقالوا لي ان هنا في دكتوره قلوب كويسه قوي. بعدين يا استاذ. لا 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 لا، من غير زعل ارجوكي. اذا ما مشيتش دلوقتي هلم عليك الناس واجيب لك العسكري واقول ان انت بتعكس في الشارع. معقوله الجمال ده كله يبقى بالشر ده؟ يا فندم قلت لحضرتك ان انا مريض وقلبي تعبان. بوب 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 بوب. عارف تصرفك ده معناه ايه؟ معناه اني تلقيحه. طب وعايز ايه بقى دلوقتي يا استاذ تلقيحه؟ عايز افضل جنب حبيبي العمر كله. لو ده حقيقي ما كنتش سبتني في المستشفى ساعه استناك بعد ما ورديتي خبر. ثانيا كنت جيت اتقدمت لبابا وخطبتني منه زي ما اتفقنا. الاتهامات خلصت؟ كفايه عليك كده النهارده. الدفاع اتفضل. سيد الرئيس، أنا مرسي إبراهيم المحامي حاضر عن مرسي إبراهيم المتهم. سيد الرئيس، إن موكلي بريء من كل التهم المنسوبة إليه. فبالنسبة لتأخره عن الموعد كما جاء في التهمة الأولى فذلك بسبب ظروف عمله. وهيئة المحكمة كلها عيون جميلة، كلها نظر، وتعلم ضباط البوليس وظروف عملهم. أما بالنسبة للتهمة الثانية فإن موكلي لم يقصر في طلب يد حبيبته. وكيف يقصر وهي كل أمله في الحياة؟ والدليل على ذلك أنه سوف يفاتح والده فورا في هذا الموضوع ليقوم بدوره بمفاتحة والد خطيبته. فبعد كل هذا الإيضاح
هل ترون سيادتكم أن موكلي يستحق أي عقاب؟ أم أنه يستحق قبلة ملتهبة من شفايف عدالتكم؟ من خدود عدالتكم؟ الله، ده أنا على كده بقى واد مقنع قوي. اهلا، مساء الخير يا بابا. مساء الفل. ايه يا عمرو، رحت المطعم قالوا لي ما جاش النهارده. لقيت نفسي تعبان قلت اريح. ايه مالك، تحب اجيب لك دكتور؟ لا لا لا، دكتور ايه، المساله مش محتاجه. خلاص يبقى نلعب 10 طاوله، والمره دي يا عم لو كسبتني هعزمك على العشاء في مطعم شيك جدا، وهنتعشى على حساب صاحب المخل. اصلي صاحب المخل ده صاحب جدا ودايما يوكلني بلوشه. لا معلش، خلي الطاوله. لا بكره ايه، لازم العبك دلوقتي. المره اللي فاتت كنت انا تعبان واصرت العادي، ولما كسبتني فضحتني في وسط كل زمايل الظباط. دلوقتي لازم اخد بطاري. يا ريت يا ابني الناس كلها تنسى حكايه الطرد وتسيب الملك للمالك. ايه لزوم الكلام ده دلوقتي يا بابا؟ لا مفيش، يلا نلعب الطاوله. اياك تورس الظهر. انا برضه اللي بغرس ابو خليل. لا 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 لا، شغلل. دكتور نومك تقيل بشكل. والنبي ما انت قايم، خليك مستريح. وبعدين تقوم ليه؟ ما انا هخليك نايم على طول. انت مين وعايز ايه؟ مش فاكرني يا دكتور؟ يا خسارة، يا ترى عينيك هي اللي ضعفت ولا ذاكرتك؟ أنا باختصار يا صاحبي مندوب عزرائيل، جاي ياخد الأمانة وامشي على طول. أمانة إيه؟ أنت عايز تقتلني ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ عملت لك إيه؟ عملت لي كتير قوي، وكل حاجة من اللي عملتها تستاهل عليها أبشع موتة. بس أنا هكون أكرم منك، هحاسبك جملة مش المعروف. لا بلاش،
كتر شقلك نفوخك. لا 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 قابل معروف قابل معروف. نايم وحطت مسدس تحت مخدتك، عارف انك ظالم وخايف من الناس اللي ظلمتهم. اللي هتعمل ايه؟ تعرف دلوقتي هعمل ايه؟ اعمل معروف ما تموتنيش، انا راجل غلبان وفي حالي. لو كنت عاوز فلوس في فلوس في دولاب كتير، خد اللي انت عاوزه، خدهم حتى كلهم، بس سيبني اعيش. وليه ما سبتنيش انا اعيش؟ ليه ما سبتش مراتي تعيش؟ مراتك؟ ايوه مراتي، مراتي اللي ساعدت في هتك عرضها مع الكلاب اللي زيك، ورميتني في السجن 25 سنة بشهادة زور، شهادة نسيت فيها ضميرك، نسيت فيها الحلفان اللي حلفته يوم ما قالوا لك مبروك بقيت دكتور. يا دكتور يا نغمة طيب، الوينش جابر الوينش جابر. ايه اللي في الازازة دي يا جابر؟ بنزين. ها؟ مش انتوا يا دكاترة لما بتلاقوا وبا في حتة وما بتعرفوش تعالجوه بتحرقوها؟ جابر أنا بقى هخلص البلد منك. جابر لا يا جابر، جابر لا يا جابر لا، وأطهر مهنة الطب من شرك. حرام عليك يا جابر، حرام عليك، وكمان عشان تتعود على نار جهنم. حرام يا جابر حرام، قبل ما تفاجأ بيها في الآخر. لا يا جابر لا جابر جابر لا يا جابر جابر لا، حرام عليك جابر. هتعمل ايه تاني يا جابر؟ جابر لا لا يا جابر، حرام عليك يا جابر، حرام عليك. حرام عليك يا مرسي. افتح بيت يا مرسي، نفسي اشوف لك عيل يا مرسي. ولحد دلوقتي يا ابني بقول لك نفس الكلام. ايه رايك بقى ان مرسي سمع كلامك؟ اتجوزت يا مرسي؟ لا مش للدرجه دي يا ابو مرسي. انا اقدر اعملها من وراك. لا هو انا حاطط عيني على بنت حلال، هتعجبك قوي، واهلها ناس كويسين جدا. الحمد لله يا ابني، هو ده المطلوب. قول لي بنت مين؟ ده ابوها. بعد اذنك ارد على التليفون. الو، ايوه ايوه انا. ايه مش معقول. طيب انا جاي. خير يا ابني؟ في ايه؟ جريمه بشعه حصلت في العجمي. جريمه ايه؟ واحد حرق دكتور. والدكتور ده اسمه ايه؟ لسه ما عنديش تفاصيل، بعد اذنك يا بابا. استر يا رب.
اهلا يا مرسي. تمام يا فندم. عملت معاينه؟ شيء فظيع مش كده؟ جدا يا فندم. واضح ان الجريمه مش بهدف السرقه زي ما كنا متصورين في الاول. انت طبعا فاهم ان المجني عليك كان دكتور معروف في البلد، وعلشان كده الراي العام هيتابع اخبار الجريمه اول باول، وده معناه انك لازم تقبض على المجرم باسرع وقت ممكن. اطمن يا فندم، انا مفيش جاني يفلت مني ابدا. انا عارف. مساء الخير يا بابا. اهلا يا مرسي. مين الدكتور اللي ابتدى؟ ياه، انت مهتم بالقضيه دي قوي يعني. لا اصلا حادثه غريبه قلبت دماغي. ده دكتور معروف قوي اسمه نزيه امين. نزيه امين؟ انت تعرفها يا بابا؟ لا ابدا. ويا ترى كان فعلا نزيه وامين ولا مجرد اسم زي بقيه الاسامي اللي بتداري وراها بلاوي؟ المهم في الموضوع مش اسمه، لكن الطريقه البشعه اللي القاتل ارتكب بيها جريمته. تصور يا بابا، ربط الدكتور في السرير بكلبش ملاحة بنستخدمه في البوليس، ورش عليه بنزين وحرقه. مجرد معاينة الجريمة كان شيء صعب جدا، وده يديك صورة قد ايه القاتل ده انسان متوحش. انتوا عرفتوا القاتل؟ لسه، بس اعتبره وقع خلاص. ليه؟ هو ساب وراه اي حاجة تبين شخصيته؟ لا هو ما سابش، بس من سوء حظه انهم كلفوني انا بالتحري عنه والقبض عليه. انت عارف بقى مرسي اما يحط دماغه في حاجة. اشمعنى انت اللي اختاروك؟ ما انت عارف ان كل الحوادث المهمه لازم تجيني. انت شاكك في قدرات حبيبك ولا ايه؟ مرسي يا ابني، انت اكيد لاحظت ان انا النهارده تعبان شويه. اه فعلا. فكرت اسافر فسحه صغيره اسبوعين ثلاثه في اي بلد عربي من اللي انت رحتهم معايا وانت صغير. يمكن تغيير الجو يريحني. فكره هايله ولازم تعملها من بكره. علشان انفذها ليا شرط. ايه؟ عايز فلوس سلف؟ قول قول ما تكسفش. انا سداد من جنيه لنص جنيه. انا بكلمك جد دلوقتي ما بهزرش. اتفضل قول. علشان اسافر لازم سيادتك تبقى معايا رجلي على رجلك. روح قلبي مين يكره الفسحه، وخصوصا لما تبقى ببلاش. بس انا لسه حكي لك على القضيه الخطيره اللي حطوها في رقبتي لله دي، ما اقدرش اعتذر عنها. يا اخي هي البلد ما فيهاش ضباط غيرك، يدوها لاي ضابط تاني. القضيه دي باين من ريحتها انها قضيه خطيره، وانا متاكد اني لما اخلصها واقبض على القاتل هاخد فيها ترقيه استثنائيه. هتبقى اسوا واتعس ترقيه خدتها في حياتك. ليه بس يا بابا؟ خلاص بلاش حكايه الترقيه. بس حضرتك عارف ان الاجازات بالنسبه لي صعبه. الداخليه ليها نظامها. وبعدين انا عمري ما شفتك عصبي بالشكل ده. ايه الحكايه؟ معلش يا ابني، انا اسف، اعصابي تعبانه شويه، سامحني. اهو كلمة سامحني دي زعلتني. برضو عليت صوتي عليك، وانت النهارده ما شاء الله ظابط قد الدنيا. ايه رأيك يا ابو مرسي؟ ده انت ترفع عليا صوتك وايدك ورجلك كمان. ده انت ابويا حبيبي. تحب اجيب لك البطاقة عشان تتأكد بنفسك؟ لا 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 لا، انا عايز مجهود اكبر وتركيز اكبر. الانتخابات ما فاضلش عليها غير ايام محدوده يا رجاله. اطمن يا بيه، كله تمام، واهل الدايره اخر تمام. ايوه بس انا عايزكم كلكم تعرفوا ان الايام دي غير الايام اللي فاتت. الايام اللي فاتت كنا بننجح بالتزكيه وكنا مريحين دماغنا. دلوقتي رجعوا لنا الاحزاب ودخلنا في وجع الدماغ. ادي اللي خدناه من الديمقراطيه. الو، اهلا يا اوصي بيه. مصيبة كبيرة يا سالم بيه. الدكتور نزيه قتلوه بيته. بتقول ايه؟ يا خبر اسود. لا حول ولا قوة الا بالله. هتقول ايه يا اوصي بيه؟ المؤمن دايما منصاب. لا 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 لا، جنازة ايه اللي هحضرها دلوقتي؟ انا مشغول وعندي انتخابات. انت عرفتني يا اوصي، انا مصلحة الجماهير عندي فوق كل اعتبار. لا لا لا، البركه فيك انت. لا انت تشوف هم هيعملوا ايه وتحل محلي. اخبار وحشه، اخبار وحشه ساعات الليل. عرفت يا مرجوع؟ عرفت؟ ويا ترى مين اللي عمل كده في الدكتور؟ ما
انا عارف يكونش حد من العيانين بتوعه، بس هو كان بيعمل عمليات غلط وكتير ممنوعه. الو الو المعلم القوصي، مش كده؟ ايوه انا القوصي. بيه مين اللي بيتكلم؟ محدش غريب يا معلم، انا مندوب عزرائيل. عايز اقول لك لو وراك حاجه مهمه الحق اعملها بسرعه، لان قضاك هينتهي الليله. وبالمره وحياتك لو برقوقه عندك قول له جاهز نفسه هو كمان، ده لمصلحتك عشان تلاقي حد يسلك في السكه وانت رايح جهنم. الو في ايه؟ سعادتك فين؟ بقول سعادتك فين؟ حصل ايه؟ واحد بيهدد انه هيقتلني النهارده برقوه. قتلك؟ وبيقول حياتك انت كمان معايا. سويت ساعات البيت ده تتكلم جد ولا بتهزر؟ صوته مش غريب عليا، بس مين هو؟ مين هو؟ مش مهم دلوقتي مين هو، المهم انا اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ما تثبت يا واد، انت جننت؟ اثبت ايه؟ اثبت ايه يا سعادة البيه؟ امبارح الدكتور نزيف الباي باي، والنهارده واحد بيتصل بالتليفون وبيهددنا بالقتل انا وانت، وتقول لي اثبت؟ مفيش مخلوق يقدر يهاوم ناحيه الفيلا، وإذا حصل وحد هوى ونفس تهديده هتبقى تعتزلني في الاخره. هعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ سافر يا سعادة البيه النهارده دلوقتي حالا. ايه؟ مسافر؟ نسافر فين؟ اي حته، اي حته في بلاد بره، لغايه البوليس ما يعرف مين اللي ورا الحكايه دي ويقبضوا عليه. باسبورك معاك؟ في البيت. روح هاته بسرعه على بال ما اجهز نفسي. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا سعاده البيت، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في عود كبريت تولع لي بالسيجاره؟ زمان وانت فقير كنت اكرم من كده. في ثانيه واحده ولعت النار في جسمي وعقلي وقلبي، قتلت مراتي
وحرقت 25 سنة من عمري، والنهاردة لما بقيت غني مش عايز تولع لي السيجارة. كابر ما انت فاكر اهو. اذا قلت ده وحشر انا ماليش ذنب في اللي حصلك. هم اللي خلوني، هم اللي خلوني اعمل معاك كده. انا لعبة في ايديهم طول عمري. ما انت عارف، تعرف يا مرقوقة، انت طلعت اجدع واحد فيهم كلهم. ربنا يصبر اصلك. اول ما بقى معاك فلوس نقيت اعلى عمارة وسكنت فيها، وفرت عليا مصاريف الشحن والنقل والتفريخ. شحن ايه؟ شحنك انت طبعا، وانا اصلا جاي عشان اشحنك يا برقوة. انت عاوز تعمل فيه ايه يا معلم جابر؟ اللي كان عليا عايز اعمل فيك حاجات كتير. انا هحط ايدي في المخلة واشوف حظك هيطلع ايه. غريبة، كل ما اروح ازور واحد منكم احط ايدي في المخلة يطلع فيها كلبش. العين والسن بالسن والبادي أظلم. في علاقة بين جريمة الدكتور وجريمة دلوقتي. وإيه اللي خلاك تفكر كده؟ الدكتور اتحرق وهو مربوط في السرير بكلبش، وقتيل دلوقتي هو كمان مربوط بكلبش. وجماعته على المعمل الجنائي أثبتوا إن كان في آثار مادة لاصقة حوالين فم الدكتور، وده نفس الشيء اللي اتكرر النهاردة. فعلا يا مرسي، 100% في علاقة بين الجريمتين. وأنت ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ من جواز سفر المجني عليه عرفت إنه كان شغال في شركات المليونير القوصي عبد السلام. مش هو ده بتاع الاستيراد والتصدير؟ ده بتاع كله يا فندم. يبقى نتصل بيه فورا ونعرف منه كل المعلومات عن المجني عليه. هو ده اللي هعمله. ما تقدر ساتر. اتفضل. مرقوقة اتقتل. بتقول ايه؟ في واحد رماه من الدور ال15 يا سعادة البيه. يا نهار اسود، الدور
القشر. يعني دول عليا انا. تليفون فين؟ هو جنبك يا سعد بيه. انا حياتي بخطر. لازم ابلغ البوليس. خلي بالكم محدش يدخل الفيلا، اي غريب اضربوه بالنار. انت مين؟ ما تخافش. مباحث. عرفنا ان حياتك في خطر فجايين نحميك. هو في ايه بالظبط؟ في واحد خرج من السجن وجاي يقتلك، اسمه جابر. جابر؟ جابر الونش. جابر الونش؟ ايوه جابر الونش ده مجرم كبير، مجرم خطير، قتل مراته قبل كده. لازم تقبضوا عليه، لازم تعدموه. لسه بعد السنين دي كلها مصر انه مجرم، وقتلت مراتي يا قلبي. كامل كامل، انا مش قلتلك اني هلبسك الحديد في ايديك وهقتلك؟ شفت ان جابر هو ما اتغيرش، بيحترم كلمته مهما طالت السنين. ارمي المسدس، ارمي المسدس. ما توديش نفسك في داهية يا جابر. داهية أكتر من اللي كنت فيها 25 سنة. أرجوك يا جابر، أرجوك ارحمني. شوف يا أخي، نفس الكلمة قالها نزيه وبرقوقة قبل ما يشوفوا الموت بعينيهم، وأكيد سالم بيها يقولها قبل ما يحصلكم. ارحمني. أرحمك. وانتوا ليه ما رحمتوش مراتي قبل ما تغتصبوها؟ ليه ما رحمتوهاش قبل ما ترموها من فوق السطوح؟ ليه ما رحمتوش ابن الطفل وانتوا حاطين السكينة على رقبته؟ هتعمل ايه يا جابر؟ مش هقتلك بالساهل يا أوصي. اقلع. نعم. اقلع هدومك كلها. حد. 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 ها؟
حد فيكم يعرف الراجل؟ يثبت عندك انت وهو. مين؟ نقيب مرسي ابراهيم مباحث. نزلوا السلاح ده. القوسي بيه موجود؟ موجود فوق. قول له ظابط المباحث عايزك. حاضر يا بيه. من فوق يالا. تعرفوا الواد ده؟ شغال معانا. ايه اللي جرالك يا توخي؟ جرس الباب ضرب. فتحت اشوف مين. لقيت واحد طبق على نفس المنديل. مدريتش باللي حصل لي بعد كده. اكيد حد دخل البيت. الحارة يا رجالة، قلت النوم مقفولة من جوه والبيه ما بيردش. ورايا. اي حد هيفتح الباب هيتبعك. افتحولك. انت اللي كنت في المقابر صح؟ انت اللي كنت هناك مظبوط. انت مين؟ انا الزمن يا ابني. رجعت من سجني عشان اكمل دوري في الحياة. خليك مكانك، لا يكون فيك حاجة مكسولة. انا هقوم اطلب لك الاسعاف عشان يقولك حالا. ولما قلبك فيه رحمة بالشكل ده ليه بتعمل كل الجرائم دي؟ حساب قديم بصفيه عشان ارضي ناس ماتت، وكمان عشان اريح قلبي قبل ما اموت. انا عرفت من الجرايد ان القضية معاك. صدقني يعز علي ان اول قضية ما تنجحش فيها أكون أنا السبب. بس هانت، فاضل واحد وتخلص مهمتي. خلي بالك من نفسك وربنا معاك.
عارف لو كانت الطلقه دي اصابتني كنت هتفضل تبكي وتحزن كل الايام اللي باقيه من عمرك. انا مش عارف بضعف معاك ليه. بعدين هتعرف. برضه علشان تقبض عليه او تقتله، وبالرغم من كده لما لقاك في ازمه رجع وعرض حياته للخطر علشان ينقذك. هو ده اللي حصل يا فندم. انسان غريب في قوه وشراسه وفي نفس الوقت في احساس تاني مش قادر افهمه. لازم نعرف هو مين والشخص اللي لسه حياته مهدده ده يبقى مين. دي الاساءات اللي افرج عنهم اخيرا. متشكر يا فندم. هو ده يا فندم. تعرف ان في شبه كبير جدا منك يا مرسي. يا فندم انت كده هتلبسني قضيه. قصدي اقول يعني علشان الشبه الكبير ده يمكن بيحبك وانقذ حياتك. هنعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ عموما اطلع انت على المكتب وانا هروح حفظ القضايا اطلع على قضيته. يمكن منها نعرف اسم الشخص اللي قال لك انه عايز يقتله. مؤاخذة يا دكتورة. نعم. أنا الشيخ عبد ربه إمام المسجد اللي على الإمة. أي خدمة؟ مراتي تعبانة أوي وأرجوكي تيجي تشوفيها. أيوة بس معلش أصلها ست كبيرة وما أقدرش أنقلها. والبيت قريب من هنا. وانا تحت امرك في كل طلباتك. انا ما قصدتش الفلوس بس على العموم اتفضل يا فندم. ربنا يبارك فيك يا بنتي. انت الشافي يا رب. انت العافي يا رب. انت الشافي يا رب. انت العافي يا رب. ما قلتليش هي عيانة عندها ايه؟ مرض قديم يا بنتي بقاله 25 سنة. ايه؟ وسايبها كل المدة دي من غير علاج؟ كله بأوانه. هو الشافي هو العافي. انت بتعمل ايه؟ لا ولا حاجة. يا مؤاخذة يا بنتي أنا قصدي شريف. Thank you.
يا حسن، جبتني هنا ليه؟ عشان احرق قلبه زي ما حرق قلبي 25 سنة. تقصد مين؟ ابوكي سالم بيه يا دكتورة. بابا، بابا عمره ما اذى حد، بابا طول عمره بيخدم الناس. تحبي تعرفي خدمته ليا كان شكلها ايه؟ كفايه. عندك حق، كفايه. مفيش داعي احكي لك عن عذاب المظلوم داخل حيطان السجن. شيء فظيع مش ممكن تتخيليه. الشيء الوحيد اللي كان بيريحني لما كانوا بيطلعونا الجبل نكسر الحجاره، كنت بتخيل كل ضربه فاس من ايدي نازله على رقبه واحد منهم. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول فعلا انا شفتهم مع بابا، لكن اقسم لك بالله ما سمعت حاجه ولا اعرف حاجه عن اللي انت بتقوله ده. اللي يقدر يخدع اهل دايرته الانتخابيه من يوم ما بدا يرشح نفسه ويتظاهر قدامهم بالشرف والنزاهه والعدل والامانه، سهل عليه انه يخدع بنته. مش عارفه اذا كان المفروض اقول لك ولا لا. تقولي لي ايه؟ كان عندي 5 سنين لما ماما انفصلت عني، كانوا دايما على خلاف مع بعض، خدتني معاها وعشت وياها 15 سنة، وبعد ما توفت كان لازم ارجع وعيش معاك. انا مش بقولك كده علشان اثبت لك اني بريئة ولا ماليش ذنب، لا، بس هي دي الحقيقة فعلا. حسيت اني عايزة اقولها لك بعد كل اللي سمعته منك. صورة مين دي؟ ده خطيب. خطيبك؟ تقريبا مخطوبين. كان المفروض يجيب والده ويجي يخطبني من بابا، لكن في ظروف أخرته. قصدك انشغاله بيا؟ أنت تعرفه؟ كلفوه بالقبض عليا. في بينا حساب كبير مش عارف هيحصل فيه ايه. ارجوك ما تحاولش تاذيه. اللي بيعمله معك ده غصب عنه لانه وظيفته كده. خايف عليه قوي، مش لاني بحبه، بس لانه فعلا انسان ويستاهل كل خير، ده عمره ما اذى حد. وبعدين معاك يا زمن ناوي معايا على ايه ولا ايه؟ سنين طويلة وانت بتلعبني. ايه ده؟ دم نازل من دراعك؟ واحد من رجالة القوصي حب يسيب لي تذكار، مرضيش اكسفه وقبلت الرصاصة منه. انت دايما كده بتسخر من كل حاجة في كلامك. الدنيا يا بنتي هي اللي بتسخر مننا، صدقيني احنا كلنا لعبة في ايديها. طب احنا لازم نروح المستشفى عشان نشيل الرصاصة من دراعك. مستشفى ايه يا دكتورة؟ الكلام ده تقوليه لواحد بائع على الدنيا، لكن انا خلاص. طب اقل ما فيها هديلك حقنة عشان تطهر الجرح. Thank you.
سيادتك بعت لي يا فندم؟ ايوه يا مرسي. تحت امرك. من فضلك اقفل الباب. انا اطلعت على دوسيه القضيه. اتفضل اقعد. ويا ترى سيادتك توصلت للشخصيه اللي عايز يقتلها؟ تقريبا. واتخذت اللازم لحمايته. بس مش هو ده المهم. امال ايه يا فندم؟ وقائع القضيه بتقول ان المجني عليهم كلهم شهدوا في المحكمه ان جابر قتل مراته مع سبق الاصرار. واحد بس اللي شهد لصالحه في القضيه. لكن الادعاء والمحكمه ما اهتموش بشهادته. لانه كان معروف انه زميل جابر واعز صديق ليه. وده مين يا فندم؟ والدك الحاج ابراهيم. لكن الأخطر من كده يا مرسي، لو ثبت إن والدك عارف اللي بيحصل وساكت هيبقى مشترك معاه في الجريمة. فندم أنا مش عارف أقولك إيه. جايز والدي كان يعرفه زمان، لكن دلوقتي ما يعرفش عنه حاجة. أنا معاك إن ده كمان محتمل، ولأني بثق فيك زي ما بثق في نفسي عايزك تستفسر من والدك. إحنا في أشد الحاجة يا مرسي لأي معلومات تساعدنا في القبض عليه. أنت طبعا فاهم ومقدر خطورة الموقف. طبعا يا فندم. عن إذن سيادتك. عملته ده؟ ما كنت سبتهم لربنا ينتقم منهم. المصيبه الكبيره اللي انت ما تعرفهاش ان من بين ضباط البوليس كلهم اللي في الجمهوريه ما يختاروش الا ابنك مرسي ويكلفوه بالقبض عليك حتى لو اضطر يقتلك. انت عرفان كده يا جابر؟ حاولت كتير ان امنعه عن قضيتك ما قدرتش، لدرجه ان في لحظات كنت عاوز اقول له ان اللي بتطرده ده يبقى ابوك. ياما كنت عاوز اقول له الحقيقه المره كلها ما قدرتش يا جابر. قتلوا مراتك ورموها من فوق السطوح ولبسوك القضية ظلم. Thank you.
ذكرى وفاة والدتك. قد ايه كان نفسي اضمك لصدري واحضنك من زمان. من النهارده مش هبعد عنك لحظه واحده. ان كان علي انا يا ابني مش عايز اسيبك ولا ابعد عنك، لكن ورايا مشوار مهم مش هستريح الا اذا عملته. اذا كنت تقصد سالم فده حسابه معايا انا. لا يا ابني خليك بعيد، انا خلاص ايدي بقت متعصده وطريقي بقى مسدود، لكن انت المستقبل لسه قدامك. انا كل اللي عايزه منك يا مرسي حاجه واحده، خدامك في كل اللي تؤمر بيه. يوعدني لما اموت تدفني جنب امك وتبقى تزورنا من وقت للتاني، ووعد سيئ لابوك ابراهيم، ده اوفى الناس يا ابني. وفي حاجة تانية، ما تحسبش وفاء على غلطة أبوها، هي ملهزة. أنت شفتها؟ وعملت لي أحلى كوباية شاي شربتها من يوم ما ماتت المرحومة، من غير ما تعرف أنت تبقى إيه بالنسبة لي. خلي بالك من نفسك. أشوفك إزاي؟ سيبها للظروف. سالم بيه، في ايه؟ انا شرحت لسيادتك الموقف بما فيه الكفايه. ما اقدرش يا حضره الضابط، انا لازم اخش اقول الخطاب بتاعي، ده اهم خطاب ليا قبل الانتخابات. ايوه بس حياتك في خطر. ما انت حضرتك موجود ورجالتك معاك، واجبكم انكم تحموني، هي دي مهمتكم. احنا هنحميك بقدر استطاعتنا، بس لازم تعرف ان في ناس كتير جوه الصوان، وممكن جدا القاتل يكون قاعد بينهم. يا دي المصيبة يا دي المصيبة، انت بترعبني يا اخي، بترعبني ليه؟ انت عايزني اخش قصاد الناس دلوقتي وانا مرعوش؟ يقولوا عليا ايه؟ المرعوش اهو. انا مش برعبك ولا حاجة، انا يا دوب بشرح لك الموقف وزيادتك صاحب القرار الاخير. شوف يا حضرة الضابط، انا هخش هشوط الخطاب بتاعي في جملتين وهختفي من هنا. خلاص امرك يا سالم بيه. المواطنون، أعاهدكم كما كنت دائما صادقا وفيا لكم، مخلصا ومضحيا من أجلكم. الشرف شعاري والحق سلاحي
والإخلاص رائدي. سالم بيه 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 مكانك مش هنا يا حضرة الضابط. تعال معايا يا فندم. انا سبت استقالتي على مكتبك وانا قطعتها، وده معناه انك لسه ضابط مباحث ولازم تسمع اوامري يا فندم. ارجوك يا مرسي ما تعقدش الامور اكتر من كده، في حاجات كتير سيادتك ما تعرفهاش. انا عرفت كل حاجه من الحاج ابراهيم ومقدر شعورك. تعال معايا من فضلك يا مرسي، ما تحرجنيش اكتر من كده، وده مش مكان نتفاهم فيه. تعال معايا. تنتخبوا مين؟ سالم بيه. حضرتكم مين؟ سالم بيه. اللي عمله ده شيء فظيع. حرام نسيب واحد زي ده يعيش وسط الناس يخدرهم بكلامه في الوقت اللي هم بيسقفوا له، بيهتك اعراضهم وبيسلبهم ادميتهم. لازم يموت لازم. الاكل مش هو الوسيله الصحيحه لتحقيق العدل في اي مجتمع والرغبه في الانتقام يا مرسي. الشيطان دايما هو اللي بيغذيها جوانا، وعمرها ما حققت اي مكسب لاي انسان، وانت راجل قانون عارف ده كويس. بس الست اللي اغتصبها تبقى امي، والراجل اللي ضيع عمره في السجن يبقى ابويا. بعدين انا انسان قبل اي شيء، وانا علشان عارف انك انسان بخاطب فيك عقلك قبل عواطفك. والعقل بيقول ان انسان زي ده، قصدي حيوان زي ده، لازم ياخد جزاءه بالقانون. ثم انت سبت لي استقالتك ونسيت تسيب لي سلاحك. السلاح ده مرسي ميل بيحمي ما يختلش. اتفضل تعال معايا نحمي ابوك من ارتكاب جريمه جديده. اتفضل. Thank you.
أبوي